بسم الله الرحمن الرحيم، حياكم الله معنا في حلقة جديدة من برنامجنا وبرنامجكم أنيمال فاكتوري. اليوم معنا أختنا الخلوقة مها الخطيب، مؤسسة منظمة كير كويت عن الرأفة بالحيوان. اسمها شلونك؟ الحمد لله طيبة. الحمد لله ماشي الحال. أول شيء كلمينا عن بدايتك في كير كويت، شلون صارت؟ اوكي، كير كويت بدت يمكن نقدر نقول بالغلط، يعني هو مجموعه بنات يحبون يساعدون الحيوانات، كونوا مع بعض وقاموا يساعدون بعض، وشوي شوي صار اسمهم معروف بالكويت، فحطينا لنا اسم كير كويت بحيث الناس تعرف توصل لنا. تمام. فبشكل او باخر بدينا في قبل اربع سنين تقريبا بدينا، وتحس انه في نقص في الكويت ورغبه انه يكون في ناس تهتم بالحيوانات، لان بسرعه انعرفنا، فدرينا ان مكاننا صح، ان احنا اللي قاعدين نسوي صح. المشكله وين تمكن؟ بالامكانيات، بالماديات، يعني احنا قدرتنا، احنا ثلاث اربع بنات، قدرتنا مو ان احنا نشيل كل الحيوانات الموجودين بالكويت، صحيح، بس نحاول كثر ما نقدر. عرفنا ان احنا ناخذ الحيوانات الصعبه اللي اصاباتها تكون بليغه، حالات صعبه، الشلل، الكسور، الاعاقات، حتى الخلل الاعصاب، يعني خلاص عرفنا ان هذا اللي لازم تاخذه هالنوعين، لان هالفريق متخصص في الحالات الصعبه، كن حاجتهم اكثر للعنايه. يعني نقول انت التأسيس طبعا تقول مثل ما نقول صار صدفه، كان تجمع يعني، ويلا خلنا نتعاون صحيح، والحمد لله توفقنا ووصلنا حق يعني مواصيل وايد. بدايتكم شنو؟ ما شاء الله، بدايتكم شنو تشوفونها صعب؟ اول بدايه شفتوه وياكم بالبدايه، يمكن الصعوبه كانت شلون نعرف وين نروح، يعني لما نلقى حاله ما ندري اي عياده نتجه، حق اي دكتور ممكن احنا نتوجه. مع الوقت قلنا نعرف ان اذا شفنا هالحاله ندري ان هذا لازم نروح حق الدكتور الثاني في العياده الفلانيه، او هذا لازم نروح حق الدكتور الثاني في العياده الفلانيه، يعني صار مثل خبره بالضبط، يعني خلاص صرنا ندري من الدكتور ينفع حق اي حاله واي نوع من الكسور، سواء كانت او رضات او خلل او ما شابه. تمام. شلون تعامل الدكاتره معك؟ يعني تعرف تقول الحالات احنا تعاملتوا اكيد مع وايد دكاتره جدا جدا، يعني كان في دكتوره معينه مشت من الكويت، كانت هذه تساعدها بكل الطرق اللي تقدر نفسها، كل اللي تقدر عليه، كل اللي تقدر عليه تساعد، حتى تتعاون معنا برا العياده. تمام. بالمجان، فكانت وايد متعاونه، مو بس معنا، انا مع الجروبات الثانيه ايضا. هذه نقطه. النقطه الثانيه، يمكن الدكاتره الثانيين الموجودين ملزومين انهم ما يشتغلون برا العياده، بس يعطونا من قلبهم، يعني تحس انهم مهتمين ما شاء الله. بالحالات، اي في اهتمام، في اهتمام. الخوات الله يعطيهم العافيه اللي وياك، شنو يعني تنسيقهم او تنسيقكم انتم كلكم؟ عفيسه، بس ان شغلنا حلو، يعني احنا يعني انا يمكن اسست الجمعيه بس حالي حالهم، كلنا متطوعين وكلنا قاعدين نحاول ان احنا نمشي الموضوع، بس ان اسمي موجود مقرون في الجروب اكثر من حيث الناس اللي في الجروب تتبرع بالمستشفى، او ان احنا الشخص المسؤول عندنا هو مها موجوده، ف صار ان انا اللي بس غير كذي. انتم كلكم واحد، يعني لاحظت يعني في حالات مثلا متاخره تالي الليل احد يدق عليكم، أيه عندنا والله انا لقيت عزكم الله الكلب الفلاني، القطوه الفلانيه حالتها من اليوم الاقرب يوم او اللي يقدر، او ان نحاول كثر ما نقدر نخلي الناس يتطوعون، يعني هم اللي يلقى خلي يسوي من عنده شيء، يعني تالي الليل واحنا بنات على الاقل هني النقطه. اي يعني ما في مستشفى حزه، ما في شيء، راح نطلون الصبح، ماكو مستشفيات بالكويت للساعة 8 الصبح، يعني 12 ساعة هذه الكريتيكال اللي هذا اسبوع كله طول الاسبوع. تمام. فاذا صار شيء من باب المساعدة، انت الحين متصل، سويت انيشيتيف، يعني انت سويت شيء انك تبي تساعد، خلي على الاقل عندكم ليلة، خليه على ما نلاقي احد، انطر عنده على ما احنا نوصل. في ناس ما تدعم، في ناس ما تقول هذا ما اقدر، ما يقدر، صح هو ممكن يساعد بس يمكن ما يقدر ياخذه وياه. الله يعطيهم العافية. الله يعطيهم العافية، بس يعني إنه المستشفيات إحنا ما عندنا مستشفى كإمرجنسي، نقول ما عندنا على الطائرة، ما عندنا أفتر أورز، عندنا بس هذول الموجودين اللي هي الفترة المعينة، فترة معينة، فترة اهتمام الصبح، يعني تقريبا اهتمام بالليل، نقول في واحدة تسكر الساعة 6 وواحدة تسكر الساعة 8 وبس، تالي الليل دبر نفسك، بس تالي الليل ماكو شيء. بس يعني من باب الخبرة، في منا بنات يعني ما شاء الله اكتسبوا الخبرة، يعرفون يحطون الدرب الوريد، يعني ما شاء الله، فيعني نقدر ان ننجح، صار في خبره بالتعامل، يعني الشغلات البسيطه، يقول اسعافات اوليه مثلا، نحاول كثر ما نقدر نحن على الاقل نسوي اللي نقدر عليه. بس في مستشفى انتم طبعا متعاونين معاه؟ احنا الاي بي اتش والرويال اكثر شيء نتعامل معاهم، نتعامل مع العيادات الصغيره بس. تمام. بالحالات الخفيفه يعني تطعيمات، فلو، شيء بسيط، بطريات، اوكي نروح حق العيادات الصغيره، بس الحالات الكسور
والحالات الصعبة تحتاج دكتور يبقى أكيد. تحتاج دكتور، يعني حتى الدكاترة بالعيادات الصغيرة يقولون لنا روحوا حق رويال أو حق اي بي اتش، ينصحون لأن يدرون ان هذا من الحالة صعبة عندهم هالإمكانية، فلا عندهم أشعة لا عندهم، فيقولون نروح نسوي هناك، فنضطر ان احنا نروح نستخدم العيادات الكبيرة، هذا مكلف. فنقول حق الناس اللي حاب ان هو يكبر يتوجه حق العيادة، كل قصة او كل حالة نقاط لها اسم، فيقول انا بتبرع حق القط الفلاني او اه يقدر يحدد يعني اي بالضبط، يعني ما في داعي تروح وتقول بس حق الجمعيه، تقول بقول انا بحط حق القط الفلاني. شلون اخترتوا المستشفى ك يعني قلت الاي بي اتش والرويال؟ عقب تجارب للاسف يعني دفعنا ثمنها ارواح الحيوانات يعني أي. لان جربنا مع العيادات الصغيره وللاسف اخطاء كثيره، اخطاء كثيره ادت الى فقدان الارواح يعني، واخطاء ممكن تفاديها يعني، يعني ما في خبره ولا قله خبره يعني، الدراسه تختلف من مكان لمكان صحيح. يعني فلما تروح تجيب قطو عينه ملتهبه، انا ادري انه ما المفروض تقص العين وتخيط عليها، فلما الدكتور يسوي كذي ويقول لك بعدين والله التهبت القطو وماتت، لا ان انا ادري انه غلط اللي الواحد يسوي كذي، فما بالك انت اللي المفروض دارس وعارف وعارف صحيح عندك الخبرة. تعلمنا ان ندفع فلوس زياده بس نضمن سلامتنا. تمام زين، اذا بنقول عن الاي بي اتش شلون تعاملهم معاكم؟ وايد زين يعني، شنو وفروا لكم؟ بشكل محدود ما يعطونا ديسكاونتات يعني، تبي لا نتكلم عن لا مو ديسكاونت يعني، مثلا وفروا لكم شغله ريحوكم شغله كاستقبال متعاونين اي كتعاون يعني استقبال الحالات الطارئه. الاي بي اتش كثر ما يذكرون ان ترى فاتورتكم عاليه، بس اذا شافوا حاله مستحيل يقولوا لنا لا ما نقدر. انا بتكلم اي على هالنقطه يعني، مثلا الفاتوره نقول ارتفعت وايد توصل لارقام خياليه يعني. والله شفت اي انا عندي حاله الحين ابي ادخلها، يستقبلونها او يردونها؟ اذا كانت الحاله مستعصيه، اذا كان القط او الكلب فيه نقول حاله طالعه يدش اي ما يردون عليه. اذا كلمناهم وشرحناهم الوضع راح يكونون من الوضع فعلا طارئ، اوكي ندخلها حالة بس بعدها لازم نوقف، يعني انه يدرون انه ونحاول كثر ما نقدر نحط من الناس المساعدة. كنتكلم دعم حكومي والسالفة ما في شيء، ما في شيء، ما في ابد، وما ننطر انتوا اكيد ما تنطرون هالشيء يعني، ما راح نقدر ننطر لان بس في ناس احيانا قاعد يموتون. سعيتوا فيها؟ سعينا في البداية وايد شغل وايد شغل، فخلينا هالموضوع الحين، قررنا احنا نكمل على المشروع التطوعي. تمام ماشي مثل ما هو يعني، سواء كنا كذي او كذي ما راح يتغير شيء. احنا هو اكيد ما شاء الله الله يعطيكم العافيه ويتم عليكم، بس المقصد في شيء ماشي؟ لا ما حتى لو كنا جمعيه رسميه ما راح يكون في شيء مادي، هم راح نستمر على نفس الطريقه نفس الوضع يعني، ما منها فايده نقول يعني، ما اقدر اقول ما منها فايده. انا اتوقع اذا شيء صار شيء رسمي بالعكس افضل لكم. مجرد اسم يمكن هذا ما ادري، بس احنا كشغلنا كعمل تطوعي وايد ماشي زين، وايد مجهود ياخذ انك تروح من وزاره لوزاره واوراق وتوقيع صحيح. وهذا اللي قاعد ياخذ جهد. بالبدايه حاولنا بس تعبنا يعني، انه وايد روح حق فلان وروح حق فلان وروح حق فلان، احنا اساسا ما عندنا وقت، يلا شغالنا عائلاتنا هذا الكلام تنسيق بين شغلنا وبين تطوعنا وايد صعب وايد، فيعني مو ملحقين احنا عشان نقدر نحن نفضي وقتنا عشان نروح نسوي عشان نسوي اوراق. هذا الشيء اللي والله نتمنى ان شاء الله واذا في احد يسمعكم يعاونكم ان شاء الله باذن الله. قبل شوي صورنا في حالات في المستشفى، هذه الحالات الاخيره اللي انتقلنا، الحالات الاخيره اي هذه بس هالاسبوع، هذه بس هالاسبوع نتكلم عنها. نتكلم عنها في عندنا القطو اللي هو كان لقيناه، طبعا احنا عثرنا عليه عن طريق ناس يعني، ناس كلمونا قالوا لنا دزونا صورته، هذا موجود تحت بنايتنا دعمته سياره. تمام فرحنا اسمه تشوبي، رحنا اخذناه، وفعلا القط مكسور ظهره، فما مكسور ظهره فما يقدر يمشي يعني، يقدر يقف بس صعب لما يمشي يحس بالم فما يقدر يمشي، هذا ناطرين صحته تتعافى لان من الالم ما قاعد ياكل، فوايد ضعف وايد حاسه جفاف، فما قاعد نقدر نسوي العمليه الحين، لازم ننتظر لين يحتاج عمليه. يحتاج عمليه. القط الثاني كان هاتسن، هاتسن هم تعرض لحادث قوي، هاتسن يعتقد الدكتور تعرض للركل يعني احد راسه، احد راسه مو حادث سيارة، لان الضربه من صوب واحد ومو بقوه ان هي تكسر، الرده كانت جدا قويه لما تجمع الدم كله بالفخذ، فمع الوقت بدا يتسمم الجسم، فاضطرينا ان احنا نبتر الريل. متاخره الحاله، متاخره جدا الحاله، ضعيف وصغير القطو يعني، تنصدم ان هالقطو بهال كم شهر اللي عاش على الارض اضطر انه يشوف مثل هذه الحياه. هذا قط والحمد لله قاعد يتحسن حتى، وان شاء الله راح يعني في عائله انطرب امريكا بس يتحسن راح نرسله الوقت الامريكي. القط الثالث كان جاسبر، جاسبر ايضا تعرض للركل على الراس، ف
مثل ما تقول فقد التوازن بالراس، ما قام صار وايد مثل التجارب وايد هو عمي ما يشوف، فما يشوف ومو متزن الحركه. هذا يحتاج عناية خاصة، هذا يحتاج عناية جدا جدا خاصة. ايضا في عائلة في البيت في المانيا ناطرة انه هو يكون صاحي اكثر عشان انه يقدر يصير. الحين هو في مجال انه يعني نشوف، ما راح يشوف، ما راح يشوف، راح يضل عمي بس صحيا افضل، صحيا وايد تحسن على الاقل الكاميرا في يعني. انا عندي قطط في البيت من قطتي من نفس الحالة وعايشة صار لها 6 سنين ما شاء الله، فيعني يعيشون اذا لقوا الاهتمام. تمام. اما الكلاب في عندنا كلب كانوا رامينه من الشباك او قار من الشباك حسب كلام العمال اللي لقوه، او شباك بنايه يعني سياره، انه كان صاحب الكلب قاعد يقحص فيه لا حول يعني ايش اقدر اقول، وطار ما ادري عاد طلع يعني السيارة. وانيت مثلا او دريشه ما ادري شلون، بس انه طار الكلب وطاح على ظهره وانكسر على كلام اللي شافه، على كلام اللي شافه. احنا مو شايفين كسر بالاشعه، بس الكلب محروق ما يمشي، مشلول بالكامل، بس ما في كسور. ما في كسور يعني، اليوم سوينا على الاشعه ومن الاشعه ما بينت لنا كسور، بس لكن ما ندري ليش مو راضي يمشي. فالحين هذا طالما بس صار له يومين عندنا، للحين قاعدين نحاول نسوي فحوصات نحاول نسوي. بيني الكلبه الاخيره كانت ماساه يعني، احنا يعني بلغ ان في كلب متعور عندهم في البيت، تعالوا اخذوه في البيت. لما رحنا يعني داش على البيت، مو اصحابنا، داش عندهم البيت، دشينا ولا كنا غرفه تعذيب من الدم اللي موجود على الارض يعني. كانت الصوره يمكن عندي الحين موجوده بالانستغرام، اللي متابعينها يمكن شافوها، كان منظر يخرع. لما رحنا ولا احط طاقها على الراس وعلى الريف طاقينها شيء يمكن حاد او شيء ما ادري شلون، بس مو عضت كلب ولا حاد السياره اكيد واضحه. فقال دكتور هذه احد يعني معتدي عليها بالضبط، ومسكينه يعني هي وايد مكسوره اوريدي يعني وايد فرندلي، فليش الناس تروح تلجأ للضرب لكلب وايد فرندلي؟ ما ادري مهما كان يعني، ما يقطع كلامك حتى لو مو فرندلي يعتبر. يقول لك واحد قاعد يدافع عن نفسه ويدافع عن عيالي، راح ورد هو حيوان عز الله. بس يعني الناس الممكن ان تصغر عليه. هذه اخر حاله بيلي؟ بيلي كانت اخر حاله. تمام. وخذيتوها؟ خذناها هالاسبوع هذا. طبعا الحالات اللي تكلمنا عنها امس الحالات كلها هالاسبوع. بيلي امس وديمتري اول امس والشباب اللي قبلهم. شنو تبين فيها؟ شنو حالتها الصحيه؟ الحين مبدئيا بس مثل ما تقول جروح بليغه وايد قاعد تنزف للحين، حتى لما يبغى يغيرون لها الضمادات جسد يعني تحس انها طاقينها اماكن وايد ما زالت، فللحينها قاعد تنزف وضعف وهن فيها وايد مع الناس من اللي عليها صحتها، بس تحس مثل صدمه اللي شافتها. بس مبدئيا ان شاء الله راح تكون زينه انها تروح حق بيت ان شاء الله باذن الله. نتكلم عن التبرع، انا مثلا الحين بروح اتبرع لاسم المنظمه اللي تقدر تروح او لاسم اسمه حيوان او اي كان، تقدر تروح حق العياده اي بي اتش او رويال تقول لهم انا حاب اتبرع حق مجموعه كير كويت او حاب اتبرع حق الكلب نفسه، يعني انا بس ابي اعطي حق المسمى الباقي عليه، ويقولون لك كيف كذا. طبعا اقدر ادفع مبلغ معين او اني اسكر، انا مو انت مو مجبور بشيء. لا 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 مو مجبور. تمام. في ناس يقول والله ودي اتابع الحاله، انتم موفرين ان شاء الله، انتم قاعد تصورون على طول صور وحط كل حاله حطو. لها هاشتاج وشنو صار لها، ترجع مع الوقت تشوف يعني. في ناس توهم منضمين حق المجموعه، يعني قصص حيوانات انقذناها من 32 لان كل حيوان في هاشتاج ونتابع معهم. صحيح انا تابعت وشفت في حالات كثيره ما شاء الله يعني، واكثرها خارج الكويت. اي ان اغلبهم لان مثل ما قلت احنا ننقذ الحالات الصعبه. صح. فما تلقى بيوت وايد زينه او عندها استعداد تستقبل حالات معاقه او حالات مشلوله، فبرا الكويت نلاقي في دزينه هولندا، دزينه المانيا، دزينه فرنسا، دزينه امريكا، كندا، ما شاء الله. فيعني ان كثر ما نقدر نحن نحاول ان الناس اللي يقدر انه يتبرع يساعد عشان نسلم، وان شاء الله راح يكون مستقبل هم. شلون طريقه التبني قاعد تصير وياكم؟ الناس قاعد تشوف تقول نبي نتبنى او انتم قاعد تعرضون؟ احنا عندنا طريقتين اللي هي موجوده على الانستغرام. تمام. فاذا كلمنا احد في حالات تكون طارئه، في حالات تكون تقدر انها تنطر. فاللي ينطر نقول انا تعال يوم يجمع، احنا كلنا موجودين في فيت زون، المكان اللي احنا قاعدين فيه. تمام. فيت زون كلنا يعطونا هالمساحه علشان نعرف فيها الحيوانات اللي تم انقاذها وجاهزه للتبني. وجاهزه للتبني. كلهم طعامها تكون معقمه، تكون مفحوصه، يعني ندري ان كل شيء اوكي. فهالحيوانات اذا جت العائله اللي تبي تتبنى نسوي معاها مقابله. تمام. هالمقابله نبني عليها هل هذا الشخص او هذا البيت صالح للتبني او لا. تمام. في بيوت عديدة تنرفض، الناس تزعل وتضايق، بس إنه لازم يفهمون ليش نرفض. في ناس ما تقبل فكرة إن أنا والله ليش قلتوا لي لا. طب لما تعرفون ليش؟ تمام. إحنا قاعد ندور الأفضل. صحيح. ما راح نتعب إحنا، شفت شنو سوينا وقاعدين ندفع وقاعدين نحط. أكيد. فآخر شيء نبي نضمن إنه راح يروح حق عائلة راح يعيش تهتم فيه على طول. إحنا قاعد نتكلم عن 16 سنة. أيوة يعني هذا التزام طويل.
فلازم الناس تكون عندها استعداد انها تستوعب، مو حق عيالي يعني ابي استانس، مو لعب ويومين عندها، انا ابي هذا التزام. فلازم الناس تكون عندها استعداد ومستعده انها تكون جاهزه تستلم هالامانه لمده 16 سنه لما الله اراد. زين، انا بعرف الشروط او نقول شنو المقياس، ان انا والله بتمنى انا جيتكم اليوم على الحين هني في بيت زون وشفت لي مثلا قبل ولا كذا، ويتبنى من السؤال في بين، ما اقدر اقول لك يعني انتم بحاله على كلامها على طريقتها، اي على كلامها، على شلون يعني شلون اهتمامهم وشلون طريقتهم مع الحيوانات السابقه، على كذي نقدر ان احنا نحكم هذا البيت صار عندهم مربين بالبيت من قبل بالضبط. في تجربه سابقه بالضبط، فمن نعرف حتى اذا في ناس ما عندهم تجارب بس تحس انه من كلامهم وده. يعني جاتني والله واحده عمرها احنا نعطي 21 وفوق، 21 جاتني واحده عمرها 17 سنه افهم من اي احد بالغ كلمني، يعني وايد كانت فاهمه الكلام، تعرف شنو قاعد اقول، اسئلتها كانت صحيحه، هذا الشخص انا اعطيه من غير ما اتردد لانها عارفه يعني جايه جاهزه دارسه الموضوع وفاهمه وتدري شنو اللي يترتب عليه المشوار. بعد المقابله شنو الوصف يوقعون على ورقه اللي هي تقول ان انتم مثلا تبنيتوا هذا الحيوان من الكويت، هالورقه هذا راح تكون فيها معلوماتهم الكامله. تمام. المتابعه راح تكون معهم على طول، يعني احنا يمكن اول فتره ندق عليهم مره بالاسبوع، مره بالشهر، مرتين بالشهر. تمام، تسالون على الحاله. اي بعدين مؤخر طبعا خلاص ايه. صار لهم بس مره بالسنه لازم نتصل عشان نطمن ان كل شيء اوكي. طريقه على الاتصال بس ولا اهم تشوفون او الكلاب ممكن احنا نطلب زياره او نطلبهم منهم ساعه نسوي تجمع نطلب منهم منهم يجون، بس القطط صعبه يعني، فالتواصل عن طريق صار يعني فكره التجمع حلوه بس مثلا اذا اتوقع يمكن في ناس تقول بشوف الحاله يتضايق يمكن اي في ناس ما يحبون، بس بالبدايه نبين لهم ان هذا الموضوع لازم اي، فاذا كان هالشخص راح يضايق هالشخص هذا من الاشياء اللي ممكن احنا نأكد يعني نقول انه قد لا يكون هذا البيت صالح تبان لانه يصعب علينا زيارته. صحيح، بعد كذي يوقع وياخذ ويمشي يوقعها اذا كان كلب احنا نوصله، اذا كان قط يقدر ياخذه معه ويعطينا الفيديوهات ويوصل لنا، يعني تواصل يكون عن طريق الكلب. ليش انتم توصلونه؟ لانه لازم نشوف المكان اللي راح تشوفون المكان اللي بيقعد، يعني ان الكلاب في الكويت مو كلها تعيش داخل البيت. صح، احنا ندور الناس اللي تتقبل انه تتقبل داخل البيت، يعني بغض النظر احنا نحترم كل الاعتقادات والمعتقدات، بس هذا الهدف مالنا احنا انه يكون فرد من افراد العائله، فاذا كانت العائله ما تتقبل على عينه وعلى راسه مستقبلهم الكلب بدون نحطه برا اكيد ما سوينا شيء ماكو فايده بالضبط، ما راح يعيش عدل بالضبط، فيعني احنا نبي عائله ما نبي ان واحد عندي خلاص. قبل النقطه الاخيره ان شاء الله قبل ما اختم وياك نبي نتكلم عن طريقه ارسال الحالات خارج الكويت. هذه يمكن المرحله ابي اول مره يعني اول حاله نقول شلون صارت المرحله هذه. اول حاله منو كانت؟ اول حاله كان اسمه سايرس كان عنده مشكلة بالقلب. تمام. كان كلب صغير يعني ما كان كبير بالحجم، بس كان عنده مشكلة بالقلب وقالوا لي إنه ما راح يعيش. فأنا هذا أخذته بنفسي وديته أمريكا لأن كنت خايفة أدزه بالكارتو. تمام. فرحت وقابلت الأخت اللي خليتي معك. إي أخذته معي ورحت وقابلت الأخت اللي بتخليه عندها، وكانت وايد يعني مرحبة بالفكرة ومتقبلة إنه هو راح يكون مريض على أساس إن إحنا نتكفل بالعلاج. تمام. بس إن هي راح تهتم فيه. تمام، راح يكون علاج المقصد هناك كان المفروض اي يعني أي. بس مع الوقت اكتشفنا انه هو من راح حق امريكا تحسن، تغيرت النفسيه يعني اوكي هو قلبه لا يزال متضخم ولا يزال عنده مشاكل، لكن هو نفسيته تحسنت والحين السنه الثالثه ولا يزال موجود ما شاء الله 6 شهور. الله يكرمك. الحمد لله، يعني هذا كان يمكن اول واحد اللي انا وديته شخصيا، غير كذي يمكن اول واحده ما اتذكر من اول طيب ماني ذاكره منو كان اول جده زين. شلون طريقه الارسال عندكم؟ عندنا طريقه يعني ترجعون لهيئه ترجعون لشيء؟ لا لا لا، احنا ثلاث طرق عندنا لارسال الحيوانات، الاولى عن طريق الكارغو هي الاغلى أي. بس لان الاقل سيفتي فيها مو سيفتي لان المتوفر لان الثانيه تعتمد على انه يكون في شخص مسافر معه اي، فلازم على ما الاقي احد انه في كلب يسافر هل في احد عنده استعداد انه ياخذ معه؟ صحيح، صعبه وايد يعني نادر ما يطلع لك احد يقول لك اوكي انا، بس يمكن بالاربع سنين واحد بس سواها اسمه مايكل، بس غير كذي ما حد سوى لنا اياها. هذه نقطه اولى. الثالثه انه يكون معاه بالطياره نفس ما انا سويت مع سايرس، انه كان يكون معاني بالطياره مو مع الجناط، فهذه ثلاث طرق انه نقدر نحن نسافر فيها مع الحيوانات. مكلفه؟ جدا، الكارغو اكثر شيء مكلف. اي يعني انا بقص تذكره وباخذ معي وايد اقل تكلفه من اني ادز كلاب، يعني ان انا لما اسافر اقدر اخذ معي ثلاث كلاب وكلب فوق او أي. ثلاث قطط وقط فوق. بالكارغو اذا ثلاث كلاب راح يكلفني ثلاث مرات السعر اكثر.
تمام. بس أجين هذا هو اللي متوفر، هذا هو الأسهل أو الأسرع. صحيح. كلمة أخيرة ودس توجينا خلال قناتنا وباسمكم. يعني لا لا تأذونهم، حتى إذا ما تبون تحبون بس لا تأذونهم. تمام. الولد لما يشوف أبوه يعطي صحن ماي حق قطه، هذا راح ينمي شيء وايد حلو عند الولد. أكيد. يعني مو بس تجاه الحيوانات، حتى تجاه الإنسان الضعيف اللي يحتاج. فإحنا نبي هذا المجتمع، نبي المجتمع اللي يتعاون، اللي يحب بعض، اللي لما يشوف شيء محتاج ما يقول والله حرام ولا الله يطببه ولا الله يساعده، ان انت تتصرف. صحيح. انت الله اختبرك انما وراك اياه. فهذا اللي نطلبه من الناس، ان حتى اذا ما تحب على الاقل ارحم، ارحمهم وساعدهم يعني. بالضبط. الله يعطيك العافيه، شكرا لك على وقتك، ما قصرتي. شكرا لكم، تابعكم ان شاء الله في حلقه جديده. مع السلامه.